رمضان والعيد في نهار جديد، كل يوم حكاية وكل يوم رواية، مرة عنده هو ومرة عندي ليا. ملسوقة ديري ملسوقة، كملوهم يا كملا. ملسوقة ملسوقة هيا كملوهم يا كملا. هيا هيا ملسوقة ديري. مني بتبعتي باش تجي ملسوقة؟ ملسوقة الله يعينك. الله يهنيك. تفضل يا سيدي. أول مرة الراب يعمل سوقة بهلوك برايا شمس بيريا. هز راسك بيك شاش. منتي وما تقولش عليك لابس حوايج العيد. مانيش العيد. لا العيد عرفتك من صوتك. شبيه مبروك عليك المشروع جديد، ويمكن نعاونوك زاد. فاش باش تعاوني؟ باش تعمل لي ومضة شهرية؟ اي علاش لا؟ أول حاجة السلعة ما هي سلعتي. يا سلعة هذه سلعة زليخ. ما يخرجش عليك يا العيد يا شريك زليخ، ما يخرجش عليك. جات كان علي أنا، مريتها كان في المرشي، مريت الجماعة اللي بجنبي، الأستاذ أستاذ والمعلم معلم، ساعة جاري بجنبي كان في التأسيس. شام يجي في المرسوقة؟ لا يبيع في المعدنوس. الناس معاش خالطة يا لكن راجل. لكن سامحني رد بالك العيد راهو هذه راهي دوبل فونكسيون. دوبل فونكسيون مريتها كان في المرشي، مريتهاش في التاكسيات الجماعي الفردي. يا ولدي في كل بلاصة، وخلي عادل مخبي مستور. انا نجم ندبر عليك كان تكون دي جوردي. دي جوردي ونص ندبر عليك دبارة تنجم تسلكها في رمضان. ندبرك نصبة بجنبي. نصبة؟ اش باش نبيع؟ شناش باش تبيع؟ تبيع العظم؟ لا 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 العظم زفرة لي حتى ما يساعدنيش. ما يساعدنيش ما زفرة كاين افكارك. شكون مازال خلط عليه العظم؟ والله صحيح قداش وصلت الحارة تو؟ يا ولدي غلات برشا وزيد مشروع ناجح. انا نبيع الملسوقة وانت تبيع العظم والسيد يبيع المعدنوس. تكمل انت تعمل لنا سبوت بيبليسيتير. ماك قوي انت في الثقافة وتنجم تعمل دي سلوغان باهين. هاي تفضل قوي ونص. هاي اسمع هذه ترى اسمع جات على الطاير. عظم رمضان مع مرسوقة العيد وما عدوس التأسيسي. هذه ما تكون كان فكرة أمي سيسي. رمضان والعيد في نهار جديد، كل يوم حكاية وكل يوم رواية، مرة عنده هو ومرة عندي ليه.